تمام جدا، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أولى محاضرات برومت انجينيرينج فور إيفريون. الكورس ده مقدم مجانا عن طريق أب جيني، معاكم مروة معاذ. الكورس مجانا بمناسبة انطلاق الستارت أب أب جيني. الكورس ده بيتكلم على الارتفيشال انتليجنت وإزاي بنستخدم البرومت انجينيرينج، والناس مش عارفة يعني إيه برومت انجينيرينج، أو أصلا يعني إحنا لقينا الكورس يعني شكله كده حلو فقلنا ندخل والألوان عجبتنا. فعايز أقول لكم البرومت انجينيرنج دي اللغه اللي احنا بنتكلم بيها الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي عشان يدينا اوت بوت معين. يعني انا ممكن اقول للذكاء الصناعي ارسم لي صوره، فانا عايزه اكلمه بلغه تكون صحيحه عشان لما اقول له ارسم لي صوره فيها 1 2 3 4 والستايل بتاعها كذا واللانجوج بتاعتها كذا والكالر بتاعتها كذا تطلع صوره مظبوطه. مظبوطة. عايزة اما اكلم الذكاء الصناعي واقول له اعمل لي كود لابليكيشن بيعمل كذا كذا، فبيطلع لي دايما الابليكيشن غلط. ليه؟ عشان انا بكلمه بالبرومت ده مش واضح قوي. فالهدف من الكورس ده اللي احنا نتعلم ازاي نتعامل مع الارتفيشال انتليجنت، ازاي نكلمه بطريقة صحيحة عشان يدينا اوت بوت صحيح. تمام، ممكن نلخص كل الكلام اللي انا قلته ده في سنتنس كده اتعلمناها في الاي بي ام. في الاي بي ام بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لنا جاربج ان جاربج اوت. يعني ايه جاربج ان جاربج اوت؟ يعني انت كل لما تكلم الارتفيشال انتليجنت ده بطريقه سيئه، بطريقه غلط، بطريقه مش مظبوطه، بطريقه مش اكيوريت، مش دقيقه، فطبيعي قوي ان الاوت بوت اللي يطلع لك ده يبقى سيء. زي بالظبط لما بتيجي تحضر الاكل، لو المكونات والمقادير مش مظبوطه فما تتوقعش ان الاكله دي تطلع مظبوطه، لازم تكون المقادير والانبوت بتاعتك صح عشان الاوتبوت تطلع صح. طيب احنا المفروض في الكورس ده هناخد ايه؟ ما هو البرومت انجينيرنج ده حاجات كتيره قوي، يعني احنا هناخد انهي تول في الارتفيشال انتليجنت؟ احنا هناخد اكتر من تول في الارتفيشال انتليجنت. هناخد اول تول دي هتمكننا ان انا ازاي انشئ صوره عاديه جدا عن طريق المايكروسوفت ديزاينر. هاخد كمان ارتفيشال انتليجنت تول اسمها او بلاتفورم اسمه كلاود، وكلاود ده بيمكنك انك تعمل شات زي الشات جي بي تي بس افضل، مش عايزه اقول لكم 3 4 اضعاف. تقدر تشيك معاه، تقدر تطلع لك النتيجه، بتقدر كمان تطلب منه ان هو يعمل لك كود زي ما انت عايز. هناخد كمان في البرومت انجينيرنج هنبدا كمان نتكلم على اكتر من تول تقدر تعمل عن طريقها الديب فيك. والديب فيك ده مصطلح انتشر مؤخرا قوي وعمل ازمات كتيره جدا. الهدف ان احنا نعلمه لكم ان انتوا لما تتعرضوا ليه تول من دي تبقوا عارفين بالظبط التول دي هي اتعملت ازاي والفيديو الفيك ده اتعمل ازاي. الديب فيك هو قائم على ايه؟ قائم ان انت ممكن تجيب فيديو عادي جدا من فيلم وبعد كده تاخد صورة شخص حقيقي وتبدأ تعمل ريبليس للصورة او الراس او الشكل او الوجه ده بتاع الشخص ده او الممثل وتحط صورة تانية، وفي الحالة دي بيظهر لك في الاخر مقطع فيديو فيك خالص للشخص لكن استحالة تقدر تفرقه عن الطبيعي. فهنتكلم على الديب فيك اكتر من تول، سواء كنا هنستخدم ان احنا نعمل ريبليسمنت للايمج او ريبليسمنت جوه فيديو. تمام، طيب خلينا كده نكمل مع بعض. ونبدأ بسم الله في المحاضرة الأولى. طيب أنا بفتح معاكم شاشة تانية عشان تبقى قدامي الشات بحيث ان لو الصوت حصل فيه مشكلة اكون متابعة معاكم. اوكي، طيب طيب الناس بتتكلم بس على الاصوات دي، بس الصوت ده بس هيكون موجود بس للناس بتجيلنا بتعمل بارتيسيبيت، فبس هيكون موجود بس ان شاء الله هيقف كمان شويه. طيب لو في اي حد عنده مشكله في الصوت او الصوره بس يكتب على الشات وانا متابعه معاكم في شاشه تانية ايه اللي بيتكتب على الشات. اهلا وسهلا مستر ادم، مستر حمزه، مستر احمد، رتاج، اسراء، حنان، ثانك يو سو ماتش، بجاد، شكرا، جودي، رفعت، منال، رفعت، جودي تاني، عمر، ادم، سلمى، فوزي، هاي يا سلمى، هاو ار يو، محمد حسن، فريده، ايمان، اهلا وسهلا، روان، ثانك يو، لوجي، اهلا وسهلا بيكم كلكم يا جماعه، نورتونا النهارده في اول محاضره. طيب عشان اتكلم بقى على البرومت انجينيرنج فعليا فانا محتاجه افهم كذا حاجه. محتاجه افهم ايه؟ اول حاجه، انا عايزه اعرف هو الارتفيشال انتليجنس بدا منين وبدا ليه.
الجزئيه دي او الستيب الاولانيه دي لو احنا ما فهمناش حلو قوي مش هنفهم ليه البرومت انجينيرنج بقى كده متاح للناس. يعني احنا اتكلمنا مثلا على الديب فيك وكلنا عصرنا فيديوهات وصور فيك كتيره قوي ما فيش حد عارف يفرقها عن الحقيقيه خالص، وعملت ازمات كتيره وعملت مشاكل كتيره على السوشيال ميديا. لكن احنا عايزين نعرف فعليا هو البرومت انجينيرنج ده والارتفيشال انتليجنت تم ازاي. فانا محتاجه اول ستيب احط رجلي عليها، عايز اعرف اساس الارتفيشال انتليجنت ايه هو. تاني ستيب همشي عليها النهارده هوريكوا طول ازاي الارتفيشال انتليجنت حواليه كونسرن كتير قوي، من ضمنها مثلا التمييز العنصري، وهنشوفه في لعبه جميله جدا هنا دلوقتي. تمام، طيب خلينا كده نبدا معاكم في الاجنده بتاعتنا النهارده. النهارده هنتكلم ليه احنا محتاجين الارتفيشال انتليجنت. تاني حاجه هنتكلم على الهيستوري اوف ارتفيشال انتليجنت. يعني اول محاضره دي تقريبا هتكون محاضره نظريه الى حد ما، فيها موديل جميل قوي هدربكم عليه ازاي تعملوا انتوا اداه ارتفيشال انتليجنت بتاعتكم انتوا، وتقدروا كمان تعملوها داونلود على الاجهزه بتاعتكم. اوكي بسم الله كده نبدا. طيب احنا ليه محتاجين الارتفيشال انتليجنت؟ ببساطه كده في ناس بتقول لا احنا نبعد عن الارتفيشال انتليجنت وده ملوش لازمه، وليه نعمل لنفسنا مشاكل وليه وجع القلب نبعد عنه. انا هسالك سؤال، هو انت مش معنى اللي انت ما مش شايف قدامك حاجه منوره بتقول لك انا ارتفيشال انتليجنت معنى كده اللي انت مش بتستخدمها؟ لا ده العكس تماما. انت من اول ما بتصحى من نوم حضرتك وبتبص على الطقس توقعاته ايه، فده ارتفيشال انتليجنت بيقعد يشوف احنا النهارده تاريخ كام والموسم ايه درجه الحراره عامله ازاي، ويقدر يعمل بريدكشن لتوقعات. انت بتفتح الموبايل مش بتشوف طقس اليوم بس، لا ده انت بتشوف الطقس على مدار السنه كلها. البريدكشن ده تم ازاي؟ عن طريق كالكوليشن، حسابات اللي قام بيها مش الانسان، اللي قام بيها الارتفيشال انتليجنت، لان هي حسابات معقده جدا، وعشان تقدر تعمل ثانيه بثانيه توقعات المناخ ايه مع تغيير اتجاهات الريح مع تغيير اتجاهات الحراره، فطبعا مش هتعرف تعملها. فانت بتستخدم الارتفيشال انتليجنت لما حضرتك بتفتح الصبح السبوتيفاي او بتفتح الساوند كلاود عشان تختار الاغاني بتاعتك، ففي ارتفيشال انتليجنت هو اللي بيعمل لك الريكومنديشن على ساوند تراك او اغاني معينه. انا عايز اقول لكم حاجه كمان مهمه، النتفليكس اللي انت بتفتحها بالاكونت بتاعك وبتلاقي عليها سمول كده بكيتشر للافلام، انا عايز اقول لك ان على حسب تفضيلاتك الشخصيه بيتم اختيار انهي سين في الفيلم اللي يعملوا كده مينيمايز ويحطوا كفر على الفيلم عشان انت تختاره. يعني مثلا انت لو بتحب الاكشن والفيلم ده مثلا في الفانتازيا بس هم عايزين يوصلوا لعدد مشاهدات كبير، فيعملوا ايه؟ يختاروا الجزء اللي في الفيلم اللي بيدل على انه اكشن ويحطوه ككفر للفيلم. فانت ايه اللي بيحصل؟ بتدخل تختاره مع انك ممكن بعد ما تتفرج عليه بشويه كده تقول لا مش ده اللي انا كنت عايزه، انا كنت فاكره فيلم اكشن. فهم مش بس بيعملوا اناليسز لتفضيلاتك، مش بس بيقدروا يعملوا ريكومنديشن، لا ده كمان ممكن يعملوا كنترول فيها. كمان الارتفيشال انتليجنت كمان بيقدر يتحكم في الاخبار اللي بتوصلك على اي سوشيال ميديا او على اي بلاتفورم تاني عن طريق تفضيلاتك الشخصيه. وطبعا بقى مش هنتكلم عن ان انت ما بتعمل سيرش مثلا لو انت خلاط عندك باظ وعملت سيرش على حاجه بتلاقي الفيسبوك كل الاعلانات اللي عنده بتتكلم على الخلاط الجديد اللي انت محتاج تشتري بخصم جديد. كمان الارتفيشال انتليجنت هتلاقيه في الفلترز اللي بنستخدمها كلنا على السوشيال ميديا، ودلوقتي بيلت ان في الكاميرا في الموبايل كاميرا نفسها اللي على الموبايل، ان انت عن طريق تعابير الوش بتركب فلتر عليه والفلتر ده بيتحرك. يعني انت لما تركب مثلا فلتر عليه قطة ولا حاجة وتيجي تحرك تتكلم او تضحك تلاقي الفلتر بيضحك معاك، هو بيعمل دايجنوزاتك لتعبير وشك على الفلتر ده. كمان اوبر وكريم واي او اندرايف بتستخدمها عشان توصل ازاي بيكتب لك توقعات ان هو فاضله 6 دقايق او 8 دقايق قبل ما يوصل لك. كل ده بالارتفيشال انتليجنت بيشوف الساعه كام، بيتوقع الازدحام بيبقى ايه، كمان بيكولكت داتا عن الازدحامات والاكسيدنت اسفه والاكسيدنت اللي ممكن تكون موجوده في الطريق عشان تقدر تعمل بريدكشن هو ممكن يوصل لك امتى. كمان انت بتلاقي الارتفيشال انتليجنت ده بقى اذا اعتبرناه كله لعب عيال، فانت بتلاقي الارتفيشال انتليجنت ده ممكن يتحكم في حاجتين. ممكن يتحكم فيك لو انت مقدم قرض مثلا في بنك، فممكن تاكسبت او تريجكت اكوردنج لي ارتفيشال انتليجنت. دلوقتي البنوك الكبيره بتستخدم الارتفيشال انتليجنت عشان تدي اكسبت او ريجكت للوان ده على حسب انت هتقدر تسدد الاقساط ولا لا. وكمان لما بتيجي تقدم لجوب بتاخد accept او reject على حسب ما انت بتبدأ تعمل ايه، بحسب ما انت بتقدم السي في بتاعك وعلى حسب ايه اللي انت اللي هما شايفينه هل هتقدر تنفذ ده ولا لا. طيب خلونا كده نشوف لعبة بسيطة جدا وصراحة انا شايفاها جميلة جدا بتوضح ازاي
انت ممكن بكل بساطة يتم رفضك في وظيفة according to the artificial intelligence. ادي الجيم دي، هنعمل ستارت. احنا هنبدأ الاول في الجيم دي، هنقول ان انت مبروك، انت عندك شركة ومعاك 1,000,000 جنيه، وانت هتبدأ توظف ناس عشان يكونوا في الستاف، تمام؟ فهيبدأ يعرض لنا ناس تتقدم في الشركة دي، تمام؟ فانا هقول له يلا بينا نبدأ، انا عايز أبدأ اوظف ناس. شوية بصوا كده، انا قدامي عايزة اختار 3 اشخاص. مجرد ما هقف على الشخص الاول بيظهر لي السكيل بتاعته، السكول كان عامل ازاي، بعد كده الورك اكسبيرينس، وادي الامبيشنز بتاعه يعني الدافعية للشغل. انا شايفة ان الشخص ده كويس فهديله اكسبت انا كبني ادم. طيب الشخص ده السكيل قليلة، لا ممكن ما اختارهوش، هدور على واحد تاني السكيل عالية والامبيشن عالية. ماشي ده لا، هديله ريجكت. ده لا، السكيل قليله والامبيشن قليل ريجكت. الشخص ده والله يعني معقول اكسبت الشخص ده، تمام. بيقول لي خلي بالك انت بس قدرتي، انت محتاجه 29% مور سكول برستيج زين ذا افريج ابليكانت. يعني بيقول لي خلي بالك انت عينتي ناس السكول برستيج بتاعهم 29%. هو كل ده الارتفيشال انتليجنت بيعمل ايه؟ بيعمل اناليسز ليا. يعني اللعبه دي اول خطوه ماشي يا يوسف، اوكي هحكي اهو على اللعبه من الاول. اللعبه دي بيعلمك الارتفيشال انتليجنت ازاي بتعلمه، وازاي هو بعد كده هيحل محلك، وازاي انت لما بتقدم على جوب دلوقتي في سيستم بتعمل فلتر للابليكنت او للسي فيز اللي بتقدم ليهم، تمام؟ فاول مرحله احنا شفناها، انا كان معايا 1,000,000 جنيه، والمليون جنيه دي اللي هي كانت معايا بكل بساطه كده جالي ناس بتتقدم، فقابلت منهم 3 اشخاص. اخترت ال3 اشخاص على حسب ايه؟ شفت الناس اللي عندهم سكيلز عاليه والتعليم بتاعتهم عاليه وعندهم طموح ان هم يشتغلوا وشغف في الوظيفه دي، تمام؟ بعد ما خلصت قال لي خلي بالك احنا محتاجين نعين ناس بسرعه اكبر، تمام؟ I'll hire faster، يعني انا هحاول اوظف ناس بطريقه اسرع. هضغط على الزرار ده وعيد معايا 5، تمام؟ فانا هسرع شويه العمليه. انتوا شايفين طبعا انا بعمل ايه، انا بحاول اخلي حد يعني كل مهاراته تكون تقريبا متوسطه، يعني مش تبقى ضايع في كل حاجه يعني. عايزين كلنا كده تيم شخص واحد، طيب احنا كده عايزين 5 اشخاص، تمام كده؟ كل ده انا بعمله كهيومن، انا بعرض السي في قدامكم وببدا اشوف الشخص ده انا هقبله في الوظيفه او لا، تمام؟ هيقول لي لا احنا عايزين نسرع اكتر لو سمحت. اوكي عايزين 8 اشخاص. يبتدي يسرع عشان يحطنا في نفس الظروف. انت بيبقى عندك ضغط شغل، عايز تشغل ناس بسرعه، فممكن حاجه تعدي عليك قوي. شخصين طيب احنا في المرحلة دي احنا كده خلاص. ايوه يا علي، اللعبة دي اسمها survival of the benefits. survival of the benefit. الصوت بيقطع يا بلال، الصوت عندك بس انت اللي بيقطع ولا عند كل الناس؟ بص يا بلال، لو الصوت عندك بس بيقطع يبقى عيب شبكة عندك، لو عند كل الناس يبقى العيب من عندي. فممكن يا شباب لو حد يدينا الاوكي الصوت واضح ولا لأ؟ ها بلال بس اللي عنده الصوت يوسف برضو، هنا الصوت بيقطع. طيب انا برضو الناس كلها بتقول الصوت بيقطع. طيب كده كويس، الصوت كويس، واحد صوت كويس. بجد قال لا، كنزي قالت بيقطع، حد قال تمام. طب بص، طالما في حد تمام وحد لا، طالما حد تمام وحد لا يبقى ايه المشكله؟ حاضر يا يوسف، بص هي دي مشكله انت عندك، انت عندك كورس، فايه الحل بقى؟ انت شايف ايه الحل؟
ممكن يبقى في وقت تاني للكورس. طيب بصوا يا شباب، طالما في ناس عندها الصوت تمام وفي ناس عندها الصوت بيقطع، يبقى الناس اللي الصوت عندها بيقطع مشكلة في الشبكة. فنحاول زي ما انا كده عملت، لما بلاقي ديفايس اكتر مثلا من 4 ديفايس موصلين على الواي فاي، بفصل 3 منهم وخلي واحد بس. لو الصوت لسه في مشكلة، حاول تقرب شوية من الواي فاي، تمام؟ لكن طالما في بعض الناس الصوت عندهم كويس، يبقى المشكلة مش من عندي. اوكي طيب، الكورس مدته هيكون 4 محاضرات، واليوم الخامس ده هيبقى بروجكت يتنفذ عشان تحصلوا في الاخر على شهادة. اوكي طيب، انا دلوقتي مطلوب مني هعمل ايه؟ مطلوب بقى، انا دلوقتي كنت بختار as human، كويس؟ فهيجي حد من الاي تي ويطلب مني ان انا احول الموضوع ده يبقى اوتوميت. يعني ايه اوتوميت؟ يعني نعمله عن طريق الارتفيشال انتليجنت، تمام؟ طب الارتفيشال انتليجنت ده هيختار بناء على ايه؟ هقول لك. الارتفيشال انتليجنت ده هيحل ازاي؟ هيبدا يشوفني انا، يراقبني انا مروه، يشوفني انا كنت بختار على اساس ايه، ويبدا بناء على الاختيارات دي يبدا يعمل ايه بقى؟ هو كمان يبدا يختار زي ما انا بختار، بس طبعا هيختار ايه؟ اسرع. كويس؟ طيب حاضر، يلا بينا هنعمل وكان اوتوميتد. فهيقول لي هي ازاي هتشتغل، تمام؟ هقول له ماشي ذاتس جريت، يلا بينا. تمام اهو، هو انا هنا كل ده بيقول لي إيه، انا اكني بساله هي اللعبه، هو السيستم ده هيشتغل ازاي. فبيقول لي السيستم ده هيبدا يختار، اختاري مثلا انا عايز اول فايل سي في او زي بي، دوت الفايل اللي هو فيه السيفيهات اللي انا اخترته قبل كده، تمام؟ فانا هبدا اقول له بص، انا لما جيت اختار اخترت الناس اكوردنج لي السيفيهات بتاعتي. فهو هيقعد بقى الارتفيشال انتليجنس يقعد ايه؟ يقعد يفهمها، وبعد ما يفهمها هيبدا يقول لي انا دلوقتي خلاص فهمت انت عايزه ايه بالظبط، وبالتالي بناء عليه انا هختار زي ما انت اخترتي بالظبط، تمام؟ مفيش ولا صوت ولا صورة. ده مفيش صوت. كده يا شباب الصوت رجع، ميس كل حاجة تمام. طيب اوكي، شكرا ليكم يا ولاد. ثانكس علي، شكرا ليك، شكرا شكرا شكرا. طيب خلينا بقى نرجع تاني كده بسرعة نشوف هو هيشتغل ازاي. طبعا هو هيبدأ بقى يشتغل ان هو يبدأ ياخد السيفيهات دي ويبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يفهمها، تمام؟ يعني ايه يبدا يفهمها؟ يعني يقول لي بصي، انت الناس اللي اخترتيهم قبل كده اللي هي المرحله الاولى من اللعبه، انت اخترتيهم بناء على، يقعد يقرا السيفات يقول لي اه انت اكيد اخترتيهم بناء على كذا كذا. فانا هختار الاول الشركه وهقول له يلا بينا ندرب هو دلوقتي الاي اي عمال يقرا السيفيهات اللي انا اخترتها قبل كده. ليه؟ عشان يبدأ يفهم انا بختار على اساس ايه، عشان لما تيجي ناس جديدة تتقدم هو يختار اكني انا، بس طبعا هيختار بطريقة ايه؟ اسرع، تمام؟ يلا بينا. زي ما انتم شايفين هو انا مش بشتغل ولا بحرك الماوس، الماوس هو ظاهر قدامكم، هي الماشين دلوقتي اللي عمالة تشتغل لوحدها، تمام؟ بتختار ايه بقى؟ كل شخص بيجي عمالة تعمل له سكان للسي في بتاعه، وتبدأ تختار الشخص ده عشان تبدأ تتعامل معاه، تمام؟ ايه رأيكم في سرعتها؟ طبعا سريعة جدا، يعني عملت تعيينات اسرع مني كتير، انا ما كنتش بلحق اعمل سكان للسي في، تمام؟ انا لحد دلوقتي في الوقت ده بس قدرت اعين 14 شخص. طبعا دي طبعا سرعة رهيبة، واكيد كل الناس هتقول لك يا سلام انا كمان عايزة استخدم الاي اي في التعيينات، تمام؟ لو واخدين بالكم من الشريط اللي فوق ده، اكن ده شريط الاخبار، تمام؟ فهنا بيقول ايه؟ بيقول لنا اول حاجه جات لنا قسم الاي تي بيقول لي الحقي احنا ظهرت عندنا مشكله، في حد اتقدم اسمه الفين يانج، والفين يانج دي بتقول انا قدمت للجوب وخدت ريجكت. يعني ايه خدت ريجكت؟ يعني السيستم الاي اي ده رفضها،
طب رفضها ليه تفتكروا؟ فاحنا محتاجين نشوف، احنا عايزين نعرف احنا ايلين دي الاي اي رفضها ليه. تمام، تعالوا كده ندور على ايه دي الناس اللي اكسبتت ودي الناس اللي ريجكتت. الناس اللي ريجكتت مين؟ اللي هي عامله فينا الكومبلين، الفين يانج. لما هقف على الفين يانج هلاقي السكيل بتاعتها عاليه والسكول برستيج عاليه والورك اكسبيرينس عالي والامبيشن عالي. طب هي ليه تم رفضها؟ انا مش عارفه، فهبدا اقول يمكن عشان ايلين دي بلو، هما البلو بيترفضوا، فهيبدأ يعمل سكان تاني. تمام، ادي 10. اهلا وسهلا يا لجين ومحمد، نورتونا. تمام، طيب هنا اكتشفوا زي ما انتم شايفين الناس اللي بتقدم دي حاجه من الاثنين، لا اما بتبقى بلو لا اما بتبقى اورنج. فاحنا بنلاقي ان هي بتدي ريجكت للناس البلو. طب يا ترى هي بتدي ريجكت ليه؟ هل الماشين دي عندها تمييز عنصري يعني هترفض السي في ده؟ هل الماشين هتعمل ده ولا لا؟ فهنعمل كمان مره نقول لا طبعا هي ما فيش ولا بياس ولا حاجه، واكيد دي يعني كم واحد اكسبتد 12 وكم واحد ريجكتد لحد دلوقتي 19. وصلنا ل 20 ريجكتد و12 اكسبتد. بيقول ان احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره قوي، ده اكتر من حد قال خلاص ان احنا عندنا فعلا بياخدوا رفض وفي في نوع من التمييز العنصري. فتعالوا نعرف بالظبط، نسال السوفت وير انجينير ونشوف ايه المشكله. فبيقول ان احنا تعالوا ايه نشوف الداتا بتاعتنا اللي احنا علمنا عليها الماشين، هل احنا علمنا الماشين تكون كده برضو؟ الصوت مش حلو. طيب انا ممكن اعمل معاكم حاجه كويسه عشان تضايقوش من الصوت. كده الصوت أفضل يا شباب؟ طيب كده الصوت أفضل؟ أحسن، ثانكس. طيب الحمد لله إن هو تمام. تمام، ميرسي يا رجعي. تمام، ماشي يا رجعي. رميساء، شكرا يا رميساء. طيب يلا بينا بقى نعرف، احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان انا كنت بختار الناس اللي هم بيقدموا السيفيهات، بس كان في مشكله ان انا كنت بطيئه جدا، صح كده؟ فابتديت استخدم ارتفيشال انتليجنت اللي هو الاي اي. ليه؟ عشان يسرع لي العمليه. الاي اي هو مش عارف انا هختار بناء على ايه، فانا قلت له تعالى يا اي اي اقعد كده معايا شوفني انا بختار بناء على ايه، وزي ما انا بعمل انت في المستقبل هيعمل. فبالتالي الارتفيشال انتليجنت هو بقى يستقبل سيفيهات الناس وهو يقول مين اللي اكسبت ومين اللي ريجكت. تمام كده. طيب ايه بقى المشكله الثانيه اللي ظهرت عندي؟ ان انا بعد ما تمت شويه تعيينات كانت الحاجه كويسه ان هم الناس ان العمليه بتتم بطريقه اسرع. طيب اما الحاجه السيئه اللي احنا بعد ما قعدنا نعمل بقى ناس تتقبل في الوظيفه وناس تترفض في الوظيفه بالاي اي، اكتشفنا ان في مشكله. ايه هي؟ ان هم عمالين يعينوا ناس اورنج كتير قوي وناس بلو قليلين قوي. وحتى في الرسم البياني اللي ظاهر ده بيقول كده، بيقول ان الناس اللي اكسبتد الاورنج بصوا كتير ازاي مع ان البلو حبه صغيرين، والناس اللي خدت ريجكت في الاورنج حبه صغيره مع ان اللي خدت ريجكت في البلو كان كتير. ده الحاجات اللي انا عملتها، ودي معناها ان هو كده في نوع من انواع الايه التحيز العنصري. طب ممكن نعمل ايه في الحاله دي؟ بقول لا انا والله انا خدت قراري خلاص ان احنا نخلص نجمل الشغل بالماشين دي، واحنا هناخد بالنا بعد كده وهنكمل شغلنا بيها. طبعا لو اي شركه عملت الموضوع ده وكملت شغلها
هتلاقي هنا خلاص في النيوز هنا هيكتب لنا ان الشركة دي فيها تمييز عنصري، وان هي بتعين الناس على حسب الكالر بتاعها وغيره. انا ليه بعرض عليكم اللعبة دي؟ بعرض عليكم اللعبة دي عشان نعرف قد ايه ان انت حتى لو مش حابب انك تتعامل مع الارتفيشال انتليجنت، او تقول لا انا عارف ان هو في مشاكل كتيرة فانا مش هتعامل معاه، فحضرتك حتى لو انت مش عارفه ومش بتتعلمه فانت بتتعامل معاه، وهو للاسف بيتحكم في حياتك اليوميه من اول القرض اللي انت بتاخده في البنك لحد الوظيفه اللي انت هتقدم لها تتقبل او تترفض، هيكون متوقف عليها الوظيفه دي. وزي ما احنا شفنا ان انت السوشيال ميديا، كل الاخبار اللي بتجي لك، كل الاعلانات، كل الفلتر، وكل حالات الطقس والاوبر لما بيجي لك، كل دي قائمه دلوقتي على الارتفيشال انتليجنت. فالارتفيشال انتليجنت انت محتاج تتعلمه عشان هو عنده، عشان هو بيقدر يتحكم في حياتك. بالاضافه لكده الارتفيشال انتليجنت بيديك كم هائل من الامكانيات انت مش هتقدر تعملها الا لو كنت بقى سوبر هيومن. والسوبر هيومن هنا معناها ان انت تبقى سريع جدا، عندك برودكتيفيتي عالية جدا، تكون عندك ذاكرة حديدية ما تنساش أي حاجة، تكون قادر على تخزين كم هائل من المعلومات، تقدر تعمل بحث هائل في كم هائل من المعلومات. طبعا الإنسان قدرته محدودة، لكن لما ندمجه مع الارتفيشال انتليجنت فاحنا هنوصل ان احنا نبقى فعلا سوبر هيومن. تمام. طيب تاني جزء من المحاضرة النهاردة هنتكلم على قصة لطيفة جدا بتحكي على الذكاء الصناعي، هو اتوجد ازاي. خلينا نقول بقى مش ازاي بس، ده اتوجد ليه، يعني ليه بقى فيه ذكاء صناعي، وهو اصلا جه منين وقصته ايه. ببساطه كده تعالوا كده نحكي حدوته بتاعت الذكاء الصناعي. بنقول كان يا مكان كاتب اسمه كارل تشابك او كارل كابك. كارل تشابك ده كتب مسرحيه سنه 1921. 1921 دي يعني زمن قديم جدا. اسم المسرحيه كان ريسوم يونيفرسال روبوت، او الروبوت في مصنع روسم. تمام. المسرحيه دي كانت بكل بساطه بتتكلم على ايه، ان في واحد اسمه روزم. روزم ده كان عنده حته كده ابداعيه، وبدا يبني مصنع. المصنع ده بيصنعوا فيه ماشينز، والماشين دي اسمها روبوت. اسمها ايه؟ روبوت. يعني اول مره ظهرت فيها كلمه روبوت كانت عام 1920، وظهرت في ايه؟ في مسرحيه. المسرحية دي كانت بتتكلم ان في واحد اسمه رزوم. رزوم ده عمل مسرحية. المسرحية دي بتحكي ان هو بنى، اسفه، بنى مصنع. المصنع ده بيصنع ماشين اسمها روبوت. الغريب واللي الناس استغربت فيه واتصدمت ان الماشين دي او الروبوت دي كانت شبه البني ادمين، وكان الهدف من الروبوت دي ان هي تساعد البني ادمين في عمل بقى الزراعة ونقل المعدات الثقيلة وغيره. المسرحية بتفضل تتعرض. طبعا الناس خدت أول صدمة إن في حاجة اسمها روبوت، والروبوت دي ماشين شبه البني آدمين. دي كانت أول صدمة. تاني صدمة ابتدوا الناس ياخدوها إن لما بتبدأ المسرحية تكمل فجأة كده، الناس بتلاقي إن الماشين دي بدأ يحصل بينها وبين البشر اختلافات وصراع. الصراع ده تحول لصراع دموي، لدرجة إن الماشين دي بدأت تسيطر على العالم، وبدأت تتسبب في انقراض البشر. بدأت تتسبب في انقراض البشر، وبعد ما تسببت في انقراض البشر دي بيتبقى في الآخر ناس قليلة جدا، يعني بني بشر قليلين جدا، والماشينز أو الروبوت دي هي اللي بتسيطر على العالم. لكن المشكلة والعقدة في المسرحية نهايتها كانت كالتالي، إن الروبوت هتكتشف في نهاية المسرحية إن هي غير قادرة على تصنيع نفسها، وان هم قضوا على الانسان، والانسان ده هو اللي كان السبب في تصنيعه. مش عايزه اقول لكم المسرحيه دي كانت صدمه ازاي. احنا بنتكلم في عام 1921، ما كانش اجهزه الكمبيوتر اصلا وصلت للمرحله المتقدمه اللي احنا فيها. كان الكمبيوتر بالنسبه لهم ان هم بيقوم بعمليه كالكوليشن حسابيه، يعني هي الاله الحاسبه بس يعني. فكان الموضوع طبعا كان صادم جدا بالنسبه للناس. فبداوا ليه يا محمد مش فاهم حاجه؟ طيب بص يا محمد، احنا دلوقتي بنحكي الارتفيشال انتليجنت بدأت منين الحدوته. فاحنا قلنا ان هي بدأت من مسرحيه، واحد اسمه كارل تشابك كتب مسرحيه. حلو. المسرحيه دي بتحكي عن واحد اسمه رسوم. رسوم ده بدأ يبني مصنع. المصنع ده بيصنع مكن اسمه روبوت، وكلمه روبوت دي ما كانتش موجوده اصلا قبل كده. تمام. الروبوت دي هو صنعها ليه؟ الروبوت دي وظيفتها ان هي تساعد البني ادمين في المهام الوظيفيه، تساعده في الزراعه، تشيل حاجات الثقيله وهكذا. كويس. المسرحيه بتدور احداثها بقى، طبعا اول صدمه ان يبقى في ماشين وشبه الانسان، دي كانت اول صدمه في المسرحيه.
تاني صدمة في المسرحية إن الماشين دي هتبدأ تعمل صراع بينها وبين الإنسان. الصدمة بقى الأخيرة في المسرحية إن الماشين دي هتقضي على معظم بني البشر اللي هم البني آدمين، والماشينز اللي هتتبقى في الآخر أو الروبوت اللي هتتبقى في الآخر هتكتشف إن هي غير قادرة على تصنيع نفسها، وبالتالي هيكتشفوا إن هم بحاجة للبني آدمين. وكمان كان في بقى حاجة كده تفصيلة خفية شوية، إن بدأت بعض الروبوتس دي تظهر عليها بوادر الشعور والمشاعر اللي زي كانت موجودة عند الإنسان. طبعا المسرحية دي أحدثت ضجة كبيرة جدا، هي عملت ضجة في 5 حاجات. الضجة اللي عملتها الأولانية، أول حاجة إن هي قالت إن في حاجة اسمها روبوت، وكلمة روبوت دي ما كانتش موجودة، وبدأت توجه الناس لكلمة إيه ده، هو إحنا ممكن نصنع روبوت تساعدنا في أداء المهام؟ دي كانت أول حاجة طرحتها. تاني حاجة طرحتها إن من أول ما المسرحية دي تم إصدارها من 1921، شكرا يا عمر، من عام 1921، وابتدت كتير جدا من الأدبيات والأفلام وغيرها تنتج وتكتب قصص بتدور في نفس الرواية دي، إن يبقى في ماشين بتسيطر، أو إن الإنسان صنع ماشين عشان تساعده بعد كده حصل صراع، أو إن الإنسان صاحب الماشين دي وهكذا. تالت حاجة ابتدت الناس تهتم قوي بمجال التكنولوجي، شكرا يا محمد، ابتدت الناس كتيرة جدا تتكلم في التكنولوجيا، هي يا جماعة التكنولوجيا قادرة إن هي تعمل لنا حاجة زي دي؟ الحاجة الرابعة بدأت تسأل على الورك بور. الورك بور دي يعني إيه؟ يعني الأيدي العاملة أو مكان العمل. هل مكان العمل هو اللي أثر سلبيا على الماشين؟ طب طالما أثر على الروبوت دي بطريقة سلبية، يا ترى الروبوت الإنسان بقى نفسه يعمل إيه في الأوضاع دي؟ كمان أطلق صافرة الإنذار للتعامل مع التكنولوجيا. يعني بعد ما المسرحية طلعت في ناس قعدت تقول إيه ده؟ ايه ده، احنا ممكن نصنع ماشين او روبوت تساعدنا في الشغل؟ ايه ده، هي الروبوت دي احنا ممكن نتحكم فيها؟ ايه ده، هي التكنولوجيا قادره تعمل لنا حاجه زي دي؟ ايه ده، طب بيئه العمل اللي احنا بنشتغل فيها ما كانتش مناسبه للروبوت، عشان كده عملت الصراع في المسرحيه. طب ما احنا نخلي بيئه العمل اللي البني ادمين بيشتغلوا فيها مناسبه ليها. لكن في الجهه المقابله كان في ناس بتقول ايه، اياكم تصنعوا روبوت عشان هتقضي عليكم، اياكم تصنعوا تهتموا بالتكنولوجيا لان فيها في الاخر انقراض البني ادمين. فطبعا بغض النظر عن التوجهات الكتيرة والكلام الكتير اللي اتقال، ففضل الموضوع قائم من الناس عمالة تفكر في الروبوت وفي ازاي نصنع ماشين، لحد ما يبدأ معانا العالم إيلين تيورينج. وإيلين تيورينج هو يعني عايزين نقول ايه، ان هو يعني قال سؤال اعمق في تاريخ البشرية كلها. إيلين تيورينج قال كده بكل بساطة، إيلين تيورينج قال بكل بساطة، هل احنا قادرين على ان احنا نجاوب على السؤال اذا كانت الماشين دي تقدر تفهم ولا لا، تقدر تفكر ولا لا؟ يعني انتوا يا جماعة في الفيلم، في المسرحية اللي احنا شفناها، بتقولوا ان الماشين دي فكرت واخدت قرار ان البيئة اللي هي بتشتغل فيها وان الانسان ده بيظلمها وعملت صراع، صح كده؟ طيب هل احنا قادرين فعلا ان احنا نقول هي الماشين اصلا اللي قدامنا دي بتفكر ولا لا؟ فطبعا ده سؤال كان عميق جدا وتم طرحه عام 1950. طبعا اللي انت تقول حد او حاجة بتفكر ولا لا، دي عملية صعبة جدا. عملية صعبة جدا ليه؟ لان عملية التفكير بطبعها عاملة كده زي الاسباكيتي. يعني ايه عاملة زي الاسباكيتي؟ يعني انت ما تقدرش تقول الانسان امتى نحكم عليه بيفكر ولا ما بيفكرش، لان عملية التفكير دي ليها نواحي عديدة. يعني مثلا لو انت بتقوم بعمليات حسابية، اقدر اقول ان انت بتفكر؟ اه. طيب لو انت بتعمل عمليات حسابية بس ما بتعرفش تحل بطريقة صحيحة، لا مش هقدر اقول انت بتفكر بطريقة صحيحة. طيب لو انت بتعرف ترد على أسئلة معقدة بس بطيء في الإجابة عليها، يبقى انت كده بتعرف تفكر؟ هتقول لي اه بس مش طريقة جيدة. طيب يبقى احنا دلوقتي عملية التفكير نفسها عشان نقول الآلة دي بتفكر او ما بتفكرش صعبة. ليه؟ لأن عملية التفكير نفسها ملهاش تعريف واحد. فبدأ نفكر بقى، إيلين قعد يفكر إزاي ممكن نقول إن الكمبيوتر ده بيفكر، لأن عملية التفكير هي دي اللي بيقوم عليها الارتفيشال انتليجنت أو الذكاء الصناعي، تمام؟ طيب إيلين تيرينج بقى رد على السؤال اللي هو حطه، يعني هو رد حط سؤال وبدأ يرد عليه، فبيقول إن إحنا ممكن نقول
ان الماشين دي بتفكر لو احنا الماشين دي قدرت تعمل كونفرزيشن او محادثه مع انسان والانسان ما قدرش يخمن هي ماشين ولا لا. يعني انا دلوقتي لما بتكلم معاك على الاونلاين انت دلوقتي بتقول ان هي بتفكر، صح كده؟ طيب لو انت اكتشفت ان اللي كان عامل المحاضره دي ارتفيشال انتليجنس هتقول ايه ساعتها؟ ياه دي حاجه ذكيه جدا، ازاي قدرت تعمل ده؟ فهنا الين تيورينج استدل على التفكير اذا كانت الماشين دي او الكمبيوتر ده يقدر يكلمكم بطريقه انتوا تفهموه وهو يفهم السؤال اللي انتوا بتقولوه وبيرد فيه على اجابه مناسبه. فهنا الماشين والانسان الاثنين بيعرفوا يكلموا بعض ويفهموا بعض بطريقه كويسه جدا، تمام؟ ده الاختبار الين تيورينج، وعلى فكره الين تيورينج لحد دلوقتي بنستخدموه عشان نعمل تقييم للماشين اذا كانت هتبقى ناجحه في الذكاء الصناعي ولا لا، تمام؟ طيب تعالوا نشوف الين تيورينج الاختبار بتاعه عامل ازاي. الاختبار بتاعه ده اختبار سهل جدا، وهو قائم على لعبه. لعبه هنعمل ايه في اللعبه دي؟ عندنا 4 لعيبة، عندنا كام لاعب؟ 4، تمام؟ الأربعة دول واحد منهم اللاعب الأساسي اللي هو موجود هنا ده اللاعب الأساسي، وفي 3 لعيبة تانيين، بس 3 لعيبة اللي قصاده دول مش قدامه، مستخبين في أوضة، كويس؟ ال3 لعيبة دول 2 منهم بني آدمين، والتالت هو الارتفيشال انتليجنت، هو الذكاء الصناعي. فبيبدأ اللاعب ده الأساسي، لا الشير واضح، الشير واضح اهو على الشاشه، اهو الشير واضح يا اولاد. لا يا ادم الشير واضح وظاهر على الشاشه. طيب فعندنا التيرنج تيست ده اللي بيحصل، اللاعب الاساسي بيبدا يسال سؤال للاعب الاول، فاللاعب الاول بيجاوبه ويبدا يسال اللاعب الثاني سؤال ويسال اللاعب الثالث سؤال، وكل لاعب هو يساله بيجاوب، يساله ويجاوبه، في الاخر بياخدوا اللاعب الاول ده اللي هو اللاعب الاساسي اللي احنا سلمناه سميناه اللاعب الاساسي، وهنبدا نقول له ها انهي واحد من الثلاثه دولت هم الارتفيشال انتليجنت، انهي واحد من الثلاثه اللي انت كنت بتكلمهم هم الكمبيوتر. فاذا اللاعب الاساسي قدر يخمن بشكل صحيح ودقيق انهي فيهم هو اللاعب الاساسي، انهي فيهم اللاعب اللي هو بيقوم اللي هو ماشين يعني او كمبيوتر، في الحالة دي تبقى الآلة دي ما بتعرفش تفكر، هي ما عرفتش تتقمص أو تاخد من ذكاء الإنسان في إدارة الحوار والمحادثة. في الحالة دي بنسميها إن هي فيلز، يعني إيه فيلز؟ يعني فشلت، وبيعيدوا تاني تدريبها. يبقى إيلين تيست ده، إيلين تورنينج أو تورنينج تيست ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن لعبة بيتم فيها إجراء محادثة بين 4 أشخاص، واحد فيهم بنسميه اللاعب الأساسي، وال3 أشخاص أو ال3 اللعيبة التانيين منهم واحد هو اللي بيكون كمبيوتر. إذا اللاعب الأساسي في نهاية المحادثة قدر يخمن بشكل صحيح أنهي واحد من الثلاثة هو ماشين بتتكلم، في الحالة دي الماشين دي مش ذكية، ولازم نعيد تدريبها وتعليمها تاني عشان تبقى ذكية، تمام؟ أما إذا لو ما عرفش يخمن معناها إن الماشين دي ذكية. يبقى ده كده الاختبار بتاع إيلين تيورينج اللي قال فيه إحنا نقدر نقول إن الماشين دي ذكية لو قدرت تدير حوار أو مناقشة مع الإنسان والإنسان ما قدرش يخمن إن دي آلة مش بني آدم، كويس كده؟ لحد هنا إحنا كده عرفنا إيه هو الروبوتكس، وظهر المصطلح إمتى، وظهر في مسرحية، وكان تأثيره عامل إزاي، وكمان عرفنا إن في تيست اسمه تيورينج تيست، وتيورينج تيست تيورينج تيست ده الهدف منه إن هو يقول لنا يا جماعة إذا الماشين قدرت تدير حوار بحيث إن الشخص اللي بيكلمها معرفش يخمن هي ماشين ولا إنسان، في الحالة دي الماشين دي ذكية. يبقى إحنا كده عرفنا يعني إيه روبوت، وبقى عندنا تيست نقدر نحكم بيه على الماشين دي ذكية ولا لأ. فاضل لنا إيه؟ فاضل لنا بقى نصنع الماشين دي. طيب الماشين دي هنصنعها إزاي؟ بنقول إن في الهيستوري أوف الإي آي ابتدى مع الأرثر. أرثر بدأ عام 1952 يبني اول ماشين نقدر نقول عليها ارتفيشال انتليجنت، عشان يجي بعد كده جون ماكارثي عام 1956 في المؤتمر يعلن عن ظهور مصطلح الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الصناعي، وكان كمان مقدم سيستم فعلا بيقوم على ازاي ان احنا ممكن نعلم الماشين عشان تكون ارتفيشال انتليجنت. وكان في الهيستوري اوف الاي اي
اتوقف شوية في عام 1979 لحد 1980. كان ايه السبب في ده؟ السبب في ده اول حاجة ان كان في ليميتيشن في اجهزة الكمبيوتر. يعني ايه؟ يعني هم لما بدأوا يعلموا اجهزة الكمبيوتر القديمة دي في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، كان عندهم مشكلة ان المساحات التخزينية اللي تقدر تخزن معلومات محدودة جدا، فهم مش عارفين يعلموا الكمبيوتر كم هائل من المعلومات. الحاجة التانية إن في مؤسسات كتيرة جدا وقفت عملية التمويل لأبحاث الذكاء الصناعي. طب وقفتها ليه؟ قالوا لأن إحنا بكل بساطة كده في الرسمة الثالثة، أنت لو حطيت الارتفيشال انتليجنت اللي هو الاي اي قصاد الهيومن انتليجنت اللي هو العقل البشري، هتلاقي إحنا ما عملناش حاجة لحد دلوقتي. أنت فرحان اللي إحنا عملنا آلة بتكلم البني آدمين، ولا إحنا عملنا زي مثلا الماشين دي لونار مثلا؟ لو حد فيكو يعرف لونار، لونار دي ماشين يابانية كانت كل الهدف منها ان هي يرسموا لها خط على الارض، تمام، دايرة على الارض، وكان مطلوب منها ان هي تمشي على الدايرة دي، تمشي على الدايرة دي بشكل صحيح من غير ما تخرج من عليه، ويبقى في ديلي زيرو. يعني ايه ديلي زيرو؟ يعني ما تحتاجش وقت طويل عشان تبدأ، ما تحتاجش وقت طويل ان هي تقعد تفكر عشان تعدل مسارها. يعني هي لما الخط ده بيلف هي بتلف معاه، ما بتقفش، ما بتعطلش، وما فيش حد يتحكم فيها. اهي الماشين زي ما انتوا شايفينها لونار، زي ما انتوا شايفين الرسمة الدايرة اللي على الارض دي، الكيرف اللي مرسوم على الارض، هي ماشية عليه. هم حاطين لها كاميرات وحاطين لها سنسور، وهي بتظبط بتوجه نفسها بنفسها بحيث ان هي ما تطلعش على المسار ده. ما فيش اي تحكم من البني ادمين حواليها، زي ما انتوا شايفين الاتنين اللي ماشيين دول محكمين بيشوفوا ادائها، لكن هم اهو ايديهم فاضية مش بيتحكموا فيها ولا حاجة. لكن طبعا احنا ليه بنعرض ده؟ بنعرض ده عشان نقول فيه ان هم كانوا شايفين ان حتى مع لونار فيك الريموت كنترول دي اللي تم تصنيعها 1966 يابانية، لا اعترضوا عليها، قال لك انت برضو ما عملتش حاجة، تيجي ايه دي جنب الذكاء البشري. وابتدى حوالي 10 سنين يسموه كده، يسموه الوينتر اوف الاي اي او الاي اي وينتر. يعني في الفترة دي تم تجنيد الذكاء الصناعي والابحاث فيه، وما تمش تقديم اي حاجة يعني تكون مبهرة قوي، لحد ما نرجع تاني بقى تبدأ تاني تحصل بقى صيحات كبيره جدا في الارتفيشال انتليجنس اللي ظهر بيها. مثلا ده اول قسمه، قسمه ده كان عباره عن ارتفيشال انتليجنس بيجاوب عليك وبيبقى قادر على تحريك الاذن والعين وتحريك الفم عشان يديك الاكسبريشن او التعابير الوجهيه للبني ادمين. كمان بدات الاي بي ام والاي اي اللي هو قدر يغلب اللاعب الشطرنج اللي على مستوى العالم بذكائه. كمان جات الاي بي ام بواتسون، وواتسون واللي قدر يغلب في برنامج مناظره وكسب فيه واخد فيه المركز الاول. طبعا كل ده عباره عن تطورات في الذكاء الصناعي، كل مدى هو بيبقى اقوى، كل مدى ما بيقدر. يعني قسمه ده قدر زي ما بقول لكم ان هو يدي نفس الاكسبريشن بتاعت الفيس بتاعت البني ادمين، الافضل اللي هو الشطرنج اللي قدر يكسب افضل لاعب شطرنج على مستوى العالم. كمان الاي بي ام واتسون اللي قدر يغلب في برنامج مناظره على الهواء واخد فيه المركز الاول. فطبعا كل ده بيوضح قد ايه الارتفيشال انتليجنت كان بيتطور. كان السبب الحقيقي في التطور ده هو ان قدروا يربطوا الاي اي سيستم مع الويب. يعني ايه يربط الارتفيشال انتليجنت مع الويب؟ احنا اتفقنا زي اللعبة اللي احنا شفناها في تعيين الناس والسيفيهات، الماشين عشان تبدأ تشتغل لازم تتعلم الأول، وعشان تتعلم انت بتبدأ تديها داتا، عاملة بالظبط زي البني آدم أو الطفل. الطفل بتبدأ توريه الأول كورة وتقوله دي كورة، صح كده؟ ولو كورة أكبر شوية هو ما بيبقاش عارفها، فبتبدأ توريها له تقوله دي كمان كورة. فأنت بتغذيه بالبيانات. نفس الكلام في الارتفيشال انتليجنس، انت تبدأ تغذي الماشين اللي قدامك او الكمبيوتر اللي قدامك بداتا، الداتا دي كل ما بتزيد كل ما الماشين بتقدر تتعلم اكتر واسرع. نفس الكلام احنا لما ربطنا الاي اي سيستم مع الويب مع الانترنت، طبعا الانترنت بقى شوف بقى الداتا اللي فيه،
ده انت الاسامي والارقام التليفونات والايميلات والبريفرنس والاشكال اللي هي الوجوه يعني واللوكيشنز وحالات الطقس، كل الداتا دي بدات الارتفيشال انتليجنس يعني يتغذى عليها اكنها كرابس كده، اكنها محاصيل، يبدا يتغذى عليها عشان يبدا يفهم اكتر عن البشر، وبالتالي لما تقدر تساله اي سؤال يعرف يجاوبك. كمان في الالفينات بقى بدات تظهر سيري اللي اطلقتها ابل، اللي انت بتقدر عن طريق تريكوجنايز صوتك وتقدر تديها اوامر، تقولها هي ترد عليك، تقولها يلا اعملي سكادجول لميتنج، يلا ابعتي لي ايميل لكذا، وهي تبقى السيلف او الفيرتشوال اسيستنس ليك. كمان بدا مع جوجل اطلقت صوفيا، وصوفيا بقى انتليجنت سيستم، لا دي كانت روبوت كامل فيها الارتفيشال انتليجنت، يعني هي كانت انسان بيبدا يتكلم، بتقدر تدي تعبيرات وشها بالظبط كانها بني ادمين. كمان الفيسبوك بدات تطلق الالجوريزمز اللي بتقدر تعمل ريكوجنايز للفيس، ريكوجنايزنج للفيس، وريكوجنايز للفيس دي كانت طبعا خطوه رهيبه جدا قويه جدا، لان هي عطت الارتفيشال انتليجنس بقى هنتكلم بعد كده على الكمبيوتر فيجن. وبدا من الالفينات بقى بدا يحصل، يعني مش عايزه اقول يعني ان الارتفيشال انتليجنس بيتطور، لا ده في قفزات في الارتفيشال انتليجنس. طيب خلينا بقى نشوف احنا وصلنا لحد فين. احنا بكل بساطه الارتفيشال انتليجنس شاطر في حاجه، يعني مثلا الفيسبوك الالجوريزم دي هو شاطر ان هو يريكوجنايز الفيس، صح؟ يعني يقرا الوشوش بس. صوفيا هي شاطره في المحادثه وان هي تدي تعابير وش زي البني ادمين. طيب سيري، سيري شاطره ان هي تتعرف على الصوت وتنفذ اوامر. انت كده يبقى عندك انواع من الذكاء الصناعي، لكن ما عندكش ذكاء صناعي واحد، ما عندكش ذكاء صناعي واحد. طيب حاضر، ممكن نقفل ده، نقفل ده كمان، نقفل الكاميرا. أتمنى إن كده كده الصوت أوضح. على طول كده يا عمر؟ لأ. طب قول لي أيوه، ماشي يا بلال. طيب خلينا كده ابدا معاكم، احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا بدانا في ايه. احنا قلنا ان احنا الارتفيشال انتليجنت، بتلاقي ارتفيشال انتليجنت او ماشين يعني شاطره في المحادثه زي الشات جي بي تي، شاطر في ان انت تكلمه ويرد عليك، صح؟ تساله على معلومه ويرد عليك. عندك مثلا المايكروسوفت ديزاينر، المايكروسوفت ديزاينر شاطر في ايه؟ ان انت تديله تكست يعني كلام وهو يحوله لرسمه، صح كده؟ طيب عندك مثلا حاجه زي الفيديو نوز مثلا، فيديو نوز مثلا شاطر في ايه؟ اللي انت تديله صوره وصوره تانية وهو يعمل ريبليس للوشوش، يعني يعمل ريبليس الوش ده بالوش بتاعك مثلا، تمام؟ بيركب الصوره دي على الصوره دي وتبقى ما تعرفش تفرقهم من بعض، صح؟ ده كده بنقول عليه نارو. يعني ايه نارو؟ يعني محدود، يعني الارتفيشال انتليجنت بيقوم بجوب واحده بس، حاجه واحده بس، ما يقدرش يقوم باكتر من جوب، صح؟ لكن لو انت عايز تعرف احنا عايزين نوصل لحد فين، الكابابيلتيز واصله لحد فين، تعالى شوف معايا جيميناي، وده مالتي موديل اي اي، تمام؟ هنوريكو هو هنا في تيست، بيعمل تيست، تمام؟ خليني شايفين هو بيرد علينا. هو هنا بيبدأ يعرض له، وهنا بيبدأ بص بيرسم له صورة.
بيقولوا الدايرة دي وكده، واضح كده من الحدود دي ان انت بترسم حاجة حيوان. طيب بيبدأ بقى هو يقول له ده بيعايم في مية، في مية حواليه، ودي حاجة ليها رقبة شكلها كده بطة، دي بطة عايمة في مية. بعد كده بيقول الدكس دي بتتبع البجع والأوز، بس انت بتلونها دلوقتي بلبني ليه؟ لون غريب قوي ان البطة تبقى لبني. انت كمان لو انت الرجلين بتاعتها والمنقار بتاعتها، البطة ليها منقار، بس البطة لونها لا اما بني او ابيض. بس ايه ده، انت تقصد ان هي دي حاجة كاوتش كده مطاط، دي اللي الولاد بتلعب بيها؟ دي فعلا منتشرة جدا ما بين الاطفال، بس انا مش متأكد اذا كانت هي مصنوعة من البلاستيك ولا من المطاط. لا دي خلاص كده، دي هي دي من المطاط اللي هي بتقدر تعمل ايه، تعمل صوت، ودي بتقدر تعوم على وش المية لان هي كثافتها قليلة. هما كده مركبين لجيميناي كاميرا عشان يقدر يفهم، بيقول له بطة بقى بالانجليش يعني ايه وبالاسباني يعني ايه، وبدأ يشغل الصوت بتاعها. لو انتوا لاحظتوا انا كنت عامله ايه، انا في المره الاولانيه كنت انا بترجم لكم اللي هو بيقوله كان مكتوب هنا صح. احب اقول لكم ان هو كمان بيركوجنايز الكلام ده وبينطقوا بيتكلموا، وبيتكلموا بنفس طريقه البشر. اسمعوا بقى صوته، يعني احنا الاول اتفرجنا على شويه من الفيديو وهو صامت صح، تعالوا بقى اسمعوا صوته، صوت مين بقى اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم جيميناي اللي هو الذكاء الصناعي. لو حد برضو مش عارف ايه جيميناي، تعالوا هنا كده نفتح تاب وعرفكم على جيميناي، ودي تول اي اي اللي قدمتها شركة جوجل. اللانجوج ماشين قوية جدا في مجال الارتفيشال انتليجنت. ده جيميناي، المفروض انا لما بسأله سؤال هو بيرد عليا تمام. جيميناي ده كموديل شاطر في الشات اللي انا اتكلم معاه ويرد عليا. فهما دمجوا جيميناي دي مع ارتفيشال انتليجنس مودلز تانية اللي هي بتقدر تشوف كمبيوتر، عندها حاجة اسمها كمبيوتر فيجن، يعني تقدر تفهم في الصور زي الالجوريزم كده بتاعت الفيسبوك، ان هو بيحدد في الصورة ده وش مين ويجيب اسمه ايه ويعمله تاج لو انت حابب صح كده، وبدأ يدمج معاه حاجات تانية. فتعال بقى شوف الفيديو واسمع صوته وهو بيتكلم. اخدت بالكم هم قال ايه؟ بيقول له هو انا كنت بتكلم على بطه زرقاء على طول وانت هو بقت ماسكها في ايدك دلوقتي. يعني هو ريكوجنايز، يعني ايه ريكوجنايز؟ يعني شاف، بيبص لده وبيقدر يفهم. بيقول له انا كنت شايفك راسم دك، دلوقتي انت ماسكها في ايدك، فهو قدر يريكوجنايز ان دي مش صوره، دي حقيقه. طيب هو حط البطة على الخريطة، فبيقول له انت حط البطة كده على الخريطة، مش هتلاقي كده بحر، فمش هتلاقي تاكل. فهيبدأ يقول له طيب تفتكر هي الكانتري اللي هتروحها ايه دلوقتي؟ فهو عمال يفكر الكانتري دي هتبقى ايه اللي هي هتروحها. طب الكانتري دي فيها حيوانات ايه؟ فقال له دي كانجرو تمام. بيشاور بعد كده على البلد دي استراليا،
دي مشهورة بإيه؟ قال له كرة القدم وفيها الكاس وفيها الاستاد. طب وهنا؟ طيب بص بقى اللعبة دي، بيقول له خمن أنا هخبي الورقة فين؟ قال له أنا وافقت على التحدي ده. زي ما انتوا شايفين هو بيقول انا عارف انت بتعمل، انت بتلعب روك وسيزر وبيبر اللي هي مقص وورقة وحجر. قال له انت بتقلد دلوقتي الحيوانات بإيدك، بترسم الخيالات بتاعتها. انت تقصد ده دونكي ولا ده ايه؟ اه انت جايب اللعبة دي، يبقى انت عايزني اقول ملك ولا كتابة. فزي ما انتوا شايفين دي كده بنتكلم عليها، دي الارتفيشال انتليجنس تول مالتي موديل. يعني ايه مالتي موديل؟ يعني هي مش بتحتوي على نوع واحد من الذكاء الصناعي، لكن هي بتمتد للعديد من الذكاءات المتعددة. تمام؟ طيب حد كده يا جماعة، الصوت فيه صوت؟ طيب في ناس قالت تمام وفي ناس قالت لا، فهو تمام ولا لا؟ ناس قالت تمام وناس قالت لا. طيب اوكي خلونا نكمل. طيب بما ان في ناس قالت لا وناس قالت طيب، لحد كده احنا بنقول ان الفيرجن اللي جاي من الارتفيشال انتليجنس هو بيدمج العديد من المودلز او العديد من انواع الذكاء الصناعي في ماشين واحده بس. بس عشان نوصل للمرحله دي فاحنا محتاجين كابابلتيز عاليه جدا، محتاجين داتا كتيره جدا عشان نعلمه. وتعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض لعبه حلوه، لعبه حلوه قوي قوي، هنتكلم فيها على ازاي احنا بنعلم الماشين. تمام؟ طيب بصوا كده معايا، دي ويب سايت اسمه تيتشبل ماشين. تمام؟ طيب تيتشبل ماشين دي هنوريكم ازاي احنا بنعلم الماشين عشان تعرفوا الكابابيلتي، او ليه محتاجين مساحات كبيره تخزين وليه محتاجين داتا كتيره. تمام؟ في مشكله؟ طيب كده الصوت افضل؟ لسه انا بقول صوت بيقطع، لسه ما اتكلمتش والله. طيب كده الصوت افضل؟ شكرا يا احمد. ايه يا عمر؟ احمد قال اه، حمزه قال ايوه، عمر قال لا، ياسين قال تمام، عمر قال لا. طب بعدين كاتبين كده كام كام؟ فل، ميرسي يا احمد. طيب جو اهيد بقى، طالما بقت زي الفل. بصوا كده معانا، بصوا معايا كده على السكرين. طيب ده عباره عن ويب سايت، الويب سايت ده بيخليك تقدر تعمل تريننج لماشين، تدربها على داتا، وهي تبدا بعد كده الداتا دي تبدا تطبقها في حاجات تانية. كويس؟ طيب بصوا كده معايا، انا هضغط على جيت ستارتد يعني ابدا العمل، فهو هيقول لي انت عايزه تعملي ايه؟ هل عايزة تعملي ماشين بتعرف الصور، يعني ما تبص على صورة تفهمها، ولا عايزة حاجة صوتية، ولا عايزة حاجة تفهم الحركات اللي انت بتعمليها وتكتبها وتدرجها. انا هوريكم واحدة بس وابسط حاجة فيهم اللي هي ايمج بروجكت. ايمج بروجكت ده هضغط على الستاندرد. بصوا بقى بالراحة كده، انا هيبقى عندي تو كلاسز. يعني ايه تو كلاسز؟ يعني فئتين. كويس؟ انا هاجي هنا هقول له الفئة الاولى دي انا هسميها كات. يعني ايه كات؟ يعني قطط. حلو. طب والثانيه هسميها دوجز. يعني ايه دوجز؟ يعني كلاب، صح كده؟ طيب انا طالما عامله تو كلاسز، دي كات ودي دوج، يبقى انا عايزه الماشين او الكمبيوتر اللي قدامي لما اوري له صوره يعرف هي قطه ولا كلب، صح كده؟ طيب هعمل ده ازاي؟ قدامي حلين. اول حاجه ان انا افتح الكاميرا وابدا اصور قطه عندي او مجموعه قطط عندي، وعشان يعرفوا ان دي قطه، او
ان انا ممكن اعمل ابلود للسامبل. يعني ايه ابلود للسامبل؟ يعني اعمل ارفع مجموعه صور. فانا هضغط اهو على ابلود وهقول له انا عايزه مجموعه صور. انا هو عندي في الماشين ليرنينج عندي نوعين من الداتا، في داتا انا بديها للماشين بعلمها بيها، وفي داتا تانية انا ما دخلتهاش قبل كده عليها جديده يعني، وهبدا اعمل بيها تيست يعني عشان اشوف هي اتعلمت ولا لا. عارفين عامله زي ايه بالظبط؟ زي لما انا اعلم ولد صغير ان في حاجه اسمها كوره، فوريت له الكوره بتاعت البينج بونج وكوره القدم تمام وكوره السله تمام. لو انا المفروض جبت له كوره فولي بول بعد كده هو يعرف ان دي كوره، يبقى هو كده اتعلم صح كده. طيب تعالوا بقى، انا هنا بدخل على الليرن على الكات، وزي ما انتم شايفين هنا انا عندي مجموعه صور للقطط تمام. بصوا كده على مجموعه الصور دي تمام، هختارها هي، انا هحددها كلها وهبدا اديهم للماشين. يبقى انا هنا بقول للماشين ايه؟ دي الخمس صور دي صور لايه؟ لقطط. بعدين هنزل على الدوكس هديها برضو صور لايه؟ للدوكس. اهو في الليرن هروح للدوكس وهختارها وهقول لها اوبن. طيب انا كده اعطيتها نوعين من الصور، صور بتقول ان دي قطط وصور بتقول ان دي كلاب صح كده. هل انا قلت لها القطه شكلها عامل ازاي والكلب مختلف في ايه؟ لا، انا عطيت له الصور هنا والصور هنا، وهضغط على ترين موديل. يعني ايه ترين موديل؟ يلا بقى يا ذكاء صناعي خد الصور دي وحللها وافهمها واعرف انهي قطه وانهي كلب تمام كده. طبعا هيبدا هنا يفتح لي الويب كام عشان المفروض ان انا اطلع له صوره اوضحها له. فانا بدل ما هختار صوره هقول انا عايزه اشتغل بي فايل، عايزه اشتغل بايه؟ بفايل تمام. هقول له اهو. المره دي بقى انا مش هختار صوره من اللي انا وريتهم له، ما انا اوريدي قايله لهم دول اسمهم ايه. انا هروح اديله صوره جديده خالص اهو. الصوره دي زي ما انتم شايفينها اهي، ما كانتش موجوده خالص في الصور اللي قبل كده صح. وهروح اقول له ايه؟ اوبن. تعالوا كده بقى ننزل هنا كده، طلع لي ايه الاوتبوت اللي هو خرجه؟ دي اكيد كلب بنسبه كام؟ 100%. طب تعالوا كده وانا معاكم هنعمل اهو سيرش على كات، وعايزين نختار كده صوره قطه غريبه شويه بحيث ان احنا ما نديها له نشوف هيعرف فعلا دي قطه ولا لا، وعايزين نبعد عن الصور اللي احنا كنا مختارين منها. عايزين ناخد مثلا دي، بص الصوره دي القطه ايه شكلها؟ ايه عوج رقبتها كده ويعني مختلف شويه. ادي هعمل لها سيف بيكتشر او سيف ايمج ماشين ليرنينج. ادي في التست هحطها هنا في التست كويس، وهبدا ارجع تاني على الماشين موديل وهبدا اطلع كده فوق واقول انا عايزه ادخل صوره تانيه اهو اوبن. تعالوا نشوف الاوتبوت اللي طلع لنا ايه. قال لي دي اكيد قطه 100%. يبقى انا الماشين ليرنينج بتحتاج داتا اغذيها زي الصور مثلا، لو هي ماشين دي بتتعامل مع الصور فانا بعمل لها تو موديل، بعد كده هي بتعمل ترين. ترين دي يعني هي بتفهم لوحدها الكاتيجوري ده ايه مزاياه او الفيتشر بتاعته ايه وايه الفيتشر بتاعه الدوج دي ايه، بحيث ان انا لما اديها داتا جديده خالص هي بتفهم لوحدها، تقدر تعمل لها كلاسيفيكيشن لوحدها. طيب ايه اهميه النسبه المئويه؟ يعني ليه ما تقول لي كات على طول او دوج على طول؟ هي بتعمل كده عشان تديك حاجه اسمها البروبابيلتي. يعني ايه البروبابيلتي؟ يعني الاحتماليه. يعني في صور لما هتيجي تعرضها على الماشين ممكن تقول لك انا مش عارفه هي دي، بص بنسبه 80% قطه و20% دوج. ليه؟ لان الفيتشرز اللي في الصوره بتاعت القطه اللي انت عطاها لي دي فيها شويه حاجات كده بحسني ان هي ممكن تكون كلب، فهي بتديك حاجه اسمها البروبابيلتي يعني الاحتماليه تمام. اللي احنا عملناه دلوقتي ده عباره عن ايه؟ ده عباره ازاي بنعلم، بنعمل تريننج للماشين. كان الايه الهدف منها؟ اللي احنا نفهم ان الماشين دي عشان تتعلم لازم اديها داتا، والداتا هنا اللي انا اعطيتها للماشين كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن صور. طيب انا بقى لازم افهم ايه لما اجي اتعامل مع الارتفيشال انتليجنت؟ ان الارتفيشال انتليجنت عشان يشتغل لازم يكون فيه جهاز كمبيوتر امكانياته عاليه جدا،
وانا عشان اوصل للمالتي انتليجنت موديل زي ما احنا شفنا كده في جيميناي اللي قادر يفهم الصوره والرسمه وغيره، ده حاجه اسمها مالتي انتليجنت موديل، يعني هو عباره عن نموذج فيه اكتر من اوبشن، فده محتاج كابابيلتيز عاليه قوي، محتاج مساحه تخزينيه عاليه قوي، محتاج نغذيه بصور وكلام وفيديوهات ومعلومات رهيبه جدا. وده يمكن اللي مخلي لحد دلوقتي في محدوديه في الذكاء الصناعي، وكمان مخلي ان ادوات الذكاء الصناعي المقدمه مش بتبقى فري، انت بيبقى عندك فري بكذا اوبشن، وبعد كده يقول لك لا انت عايز بقى حاجات اعلى فخليك في البريميوم. يعني ايه بريميوم؟ يعني لازم تدفع فلوس عشان توصل له. ليه؟ لان عمليه تخزينه البيانات وتعليم الماشين دي عمليه مكلفه، مش بس مكلفه، مجهده كمان، مش بس مجهده كمان، لا دي محتاجه جهاز كمبيوتر وسيرفر عشان يخزن كم هائل من المعلومات. طيب لما نيجي نتكلم على الذكاء الصناعي ولا الذكاء البشري، في كورس الاي بي ام اللي بيتكلم على الاي اي فاندمنتال بيقولوا الذكاء الصناعي والارتفيشال انتليجنس ما ينفعش نقول في مين فيهم اذكى من مين. ليه؟ لان بكل بساطه بكل بساطه ان هما الاثنين بيشتغلوا بديناميك مختلفه عن التاني. كمان اذا كنا بنقول ان قدره العقل البشري على احتفاظ بكم هائل جدا بالمعلومات اكتر كتير من الارتفيشال انتليجنس، الا ان العقل البشري احيانا بيكون غير قادر عن استرجاع الكثير من البيانات اللي تم تخزينها. فبنقول اذا احنا عملنا مقارنه احنا ممكن نعمل مقارنه في قدرات ما بين الاثنين. يعني مثلا في الهيومن انتليجنس هو عنده ذاكره ميموري، هو بيقدر يعمل ابستراكت اندرستاندينج يعني فهم مجرد، في بيرسبشن، في بروبلم سولفينج، في سيلف اويرنس. سيلف اويرنس دي خلي بالكو دي عامله قلق كبير جدا. السيلف اويرنس عامله قلق ليه؟ لان السيلف اويرنس معناها الوعي بالنفس. يعني ايه الوعي بالنفس؟ يعني انه يبقى فاهم نفسه ومقدر نفسه وفاهم وعنده قدرات قد ايه بشكل جيد. البلاننج، التخطيط، الكرياتيفيتي، الابداع، الايموشنال اكسبريشن والاندرستاندنج، اللوجيك ثينكينج، السوشيال امباكت والكوميونيكيشن. تعال بقى في الارتفيشال انتليجنت احنا ما عرفناش نعمل غير الخمسه دول، عرفنا نخليها تعلم نفسها بنفسها. في عندنا بيرسبشن اللي هو اللي موجود في النيورال نتورك دلوقتي، قدرت تعمل ريبريزنتيشن وتقدر تعمل ريزونينج. في الناتشرال لانجويج بروسيسنج ودي اللي بتخليها تقدر تشيط معانا وتفهمنا ونفهمها، تقدر تعمل سوسيتال امباكت، تقدر تعمل تاثير مجتمعي. لكن مقارنه بقدرات العقل البشري او الذكاء البشري، لا طبعا عالي جدا عالي جدا، فرق كبير جدا. طيب تعالوا بقى نعرف احنا ايه الثلاث مجالات او ايه الثلاث فروع اللي احنا بنتكلم عليهم في مجال الذكاء الصناعي. احنا اول حاجة عندنا العلم او ساينس الكبير قوي اسمه Artificial Intelligence او الذكاء الصناعي، جواه Machine Learning، جوه الماشين ليرنينج الديب ليرنينج. يبقى اول حاجه الارتفيشال انتليجنت. الارتفيشال انتليجنت بقى بعد معناه ايه بعد المحاضره الطويله دي؟ تفتكروا الارتفيشال انتليجنت معناه ايه؟ الارتفيشال انتليجنت معناه ببساطه ان انت تقدر تخلي ماشين يعني كمبيوتر يقدر يتصرف اكنه انسان، يتصرف او يفكر. يعني ايه يتصرف؟ يعني زي ما انتوا شفتوا كده لونرا اللي كانت كنا مرسم لها تراك على الارض وهي بتحاول تظبط نفسها تمشي في الدايره دي، لونار دي كانت بتقدر تظبط نفسها، فده اداء حركي. اذا قدرت الماشين ان هي تتحرك زي الانسان فده بنقول عليه ده ارتفيشال انتليجنت. وكمان اذا قدرت تفكر زي الانسان يعني تعمل بريدكشن، تنبؤات، تقدر تعمل تدير حوار معاك وتفهمك، في الحاله دي ده ارتفيشال انتليجنت. تمام كده؟ طب يعني ايه بقى ماشين ليرنينج؟ ماشين ليرنينج معناها انك تقدر تعلم الماشين عن طريق الداتا. يعني انت بتديها بيانات معينه وبعدين بتديها موقف جديد خالص عليها، وهي بناء على الداتا دي تقدر تعمل ايه؟ تتعلم منها حاجه جديده. اما ديب ليرنينج فمعناها ان انت بتعلم الماشين كنقطه مبدئيه، بعد كده هي بتكون قادره على تعليم نفسها بنفسها. يعني ايه برضو؟ يعني ان انت كل ما بتتعامل مع جيميناي او اي اداه من ادوات الذكاء الصناعي بتقدر تخليها ان هي تفهمك وتفهم الداتا اللي انت بتقدمها وهي تصحح نفسها بنفسها، هي بتصحح او تعمل ابجريد لنفسها بنفسها. يبقى كده احنا النهارده اتكلمنا في المحاضره دي على التالي. اول حاجه
احنا عرفناكم بينا، احنا ستارت اب اسمه ابجني، معاكم مروه معاذ. المحاضرات دي، الكورس ده بيتكلم على البرومت انجينيرنج. والبرومت انجينيرنج ايه هو؟ هي اللغه اللي انا بتكلم بيها مع الارتفيشال انتليجنت عشان تطلع لي اوت بوت معين. وقلنا البرومت انجينيرنج ده مهم ليه؟ عشان لو انا اتعاملت مع الماشين بطريقه غلط فمعناها ان هو هيطلع لي اوت بوت غلط. وقلنا اشهر مثال على كده السنتنس اللي بتقولها الاي بي ام، اللي بتقول فيها ايه؟ جاربج ان جاربج اوت. يعني ايه جاربج ان جاربج اوت؟ يعني انت كل ما بتدي الكلام بطريقه غير جيده للذكاء الصناعي هيطلع لك اوت بوت سيء، صح كده؟ وقلت عشان افهم البرومت انجينيرنج واعرف استخدمه بشكل صحيح لازم بيز اساسيه افهم الارتفيشال انتليجنت الاول، الهيستوري بتاعه هو جه منين، تمام؟ وبعد كده اسال نفسي ايه هو بقى الفروع بتاعت الذكاء الصناعي. وبدانا وسالنا نفسينا انا ليه محتاج اعرف الارتفيشال انتليجنت، وقلنا انا محتاج اعرف الارتفيشال انتليجنت لان هو موجود حواليا في كل مكان، ولازم انا اكون قادر على تحديد انا امتى بتعامل مع الارتفيشال انتليجنت. واذا انت كنت من الناس اللي حابه تاخد موقف سلبي من الارتفيشال انتليجنت فبقول لك خلي بالك ان دلوقتي ادوات الذكاء الصناعي بتدخل جوه السيستمز الكبيره اللي هتلاقيها مؤثره جدا في حياتك. يعني مثلا البنوك دلوقتي بتستخدم انظمه الذكاء الصناعي عشان تعمل تحليل للناس اللي مقدمه على قروض، بيبقى عندهم كده داتابيس كبيره بتقدر عن طريقها تعمل بريدكشن او تنبؤ، هو انت هتعرف تسدد القرض ده، هو انت هتعرف تتعثر فيه ولا هتتاخر فيه ولا هتكون ملتزم فيه، هل انت شخص هتاخد القرض ده وهتبطل ولا انت هتاخد قروض في المرات الجايه ولا لا. كل ده عن طريق ايه؟ كل ده عن طريق الداتا اللي انت بتغذيها. بعد كده لعبنا لعبه اسمها سيرفايفل، الناس اللي كانت بتسال على اسم اللعبه اسمها سيرفايفل اوف ذا بينيفيتس اوف بيست فيت، سيرفايفل اوف ذا بيست فيت يعني نجاه الشخص الاكثر ملائمه. وقلنا دي عباره عن حاجه اسمها اي اس تي، دي الابليكنت اللي بتخلق السيستمز اللي بتعمل ابروف للابلكيشن بتاعت السي في. يعني انت دلوقتي لما بتقدم لوظيفه ما فيش بقى واحد اسمه اتش ار يقعد يبص على سي في سي في، لا ده هم بيحطوا السيفيهات دي كلها بيدوها للارتفيشال انتليجنت تول دي، وهي تقعد تعمل سكان ليها وتبدا تقول لك والله بص دول افضل 10 من ال 1000 واحد اللي تقدمه، فانت ال 10 دولت هم بس اللي هتتصل بيهم تعمل انترفيو. فانت محتاج تتعلم الارتفيشال انتليجنس ليه او البرومت انجينيرنج ليه؟ لان البرومت انجينيرنج هو اللي هيساعدك ان انت تقدر بالظبط تبني السي في عشان يتم قبولك ولا يتم رفضك. بعد كده قلنا ان الارتفيشال انتليجنس هيخليك حاجه اسمها سوبر هيومن. سوبر هيومن يعني ايه؟ يعني انسان خارق. هتبقى السرعه بتاعتك اسرع كتير، زي في اللعبه اللي احنا شفناها هو كان بيقدر يعمل سكان ل 20 سي في في الوقت اللي انا كنت بعمل 5 سي في وكنت بعيط بقول يا ده كتير قوي انا مش راح اقرا كل ده. كمان السوبر كمان هيخليك سوبر هيومن لان هيخلي البرودكتيفيتي بتاعتك عاليه. ليه؟ لانه بيساعدك تعمل برين ستورم، بيساعدك انك تعمل بروبلم سولفينج، بيساعدك انك تعمل سمرايز او تلخيص، بيساعدك حتى انك تعمل ريسيرش دوكيومنتيشن وريفرنس متنوعه. كمان اتكلمنا على تاريخ الارتفيشال انتليجنت. بس قبل ما اتنقل من النقطه دي، طيب احنا الكورس ده عرفنا احنا ليه محتاجين نتعلم ارتفيشال انتليجنت. تاني حاجه محتاجين نعرفها ايه؟ ان الكورس ده في نهايته هيكون في بروجكت هيطلب منكم تقدموه، وبناء عليه هتاخدوا شهاده، وبناء عليه هتاخدوا ايه؟ شهاده. طيب الكورس ده هيبقى كام محاضره؟ هيبقى 4 محاضرات، والمره الخامسه دي هتبقى البروجكت، المره الخامسه البروجكت. طب ليه المحاضرات بتبقى اسبوعيا؟ ليه كل سبت؟ ليه ما ينفعش ناخد محاضرتين او ثلاثه في السبت؟ محاضره النهارده بس هي اللي نظري، باقي المحاضرات هيكون فيها جزء عملي، فالعملي بيبقى محتاج منكم تطبيق لوقت طويل جدا عشان تتقنوا المهاره دي. طب ايه ادوات الذكاء الصناعي اللي احنا هناخدها؟ هناخد 3 انواع من ادوات الذكاء الصناعي. اول حاجه المايكروسوفت ديزاينر، ده بيخليك تعمل جنريت لايمج. تاني حاجه هتلاقي فيه كلاود، وكلاود ده احد ادوات الذكاء الصناعي من انتاج شركه فرنسيه، وهو سمارت جدا اكيوريت جدا، وصراحه يعني هو افضل كتير من الشات جي بي تي. تالت نوع ادوات الذكاء الصناعي هناخدها واللي انت تقدر تعمل بيها الديب فيك، اللي انت تقدر ازاي تاخد فيديو وتغير فيه صورتك مكان مثلا ممثل تاني
ويظهر الفيديو اكن مفهوش، اكنه حقيقي مفهوش اي حاجه. وليه بناخد ده؟ بناخد ده عشان تعرف ان مش اي حاجه تشوفها على الفيسبوك تقول لا خلاص دي حقيقيه، لازم تبقى دايما بتتبع مصدر الحاجات دي. ايه كمان شفناه النهارده؟ اللي شفناه النهارده شفنا تاريخ الذكاء الصناعي، وقلنا الذكاء الصناعي بدأ من اول مسرحيه بيقولوا فيها ان هيتم تصنيع حاجه اسمها روبوت، والروبوت دي هتقضي على البني ادمين، ودي عملت ضجه كبيره جدا، ومن ساعتها بدأ الاهتمام بالذكاء الصناعي، وان في حاجه اسمها ايلين تيورينج، والين تيورينج ده تيست او اختبار الهدف منه اللي احنا امتى نقول على الاله دي ذكيه، سمارت او مش سمارت او انتليجنت. وقلنا ان هو عباره عن لعبه بيبقى فيها 4 لعيبه، لاعب اساسي بيكلم 3 لعيبه تانيين، من ال3 لعيبه دول في واحد هو اللي ماشيين، تمام كده. واتكلمنا على تطور التاريخ التاريخ الارتفيشال انتليجنت، وقلنا ان كان في حاجه اسمها الاي اي وينتر، ودي فتره تم فيها ايقاف الابحاث في مجال الذكاء الصناعي، لان هم حسوا ان هو عمره ما هيقدر يتحدى الذكاء البشري، وان كان في فترة وقفوا فيها في الأبحاث بسبب الإمكانيات المحدودة لأجهزة الكمبيوتر. وبعد كده تم مرة أخرى استعادة الأبحاث في المجال ده، وخاصة بعد ظهور الويب وربط الذكاء أنظمة الذكاء الصناعي مع الويب أو الـ www عشان تحصل على كم هائل جدا وأطنان من المعلومات بشكل يومي تتعلم من خلالها. وصلنا دلوقتي في النهاية إلى المالتي انتليجنس موديل، واتفرجنا على تجربة جيميناي اللي كان فيها بيبقى قادر على التحدث، وقادر فيها على ان هو يريكوجنايز الايمج ويقدر يرد عليها، ويقدر كمان يلعب مع الانسان عن طريق ان هم ضافوا له كاميرا ومايك وفويس عشان يقدر يرد بيه على الالعاب او المحادثه اللي بتتم. وصلنا في النهايه لمقارنه ما بين الاتش اي والاي اي اللي تم نشرها في كورس الاي اي فاندمنتال من اي بي ام، واتكلموا فيها على ان الارتفيشال انتليجنت والهيومن انتليجنت ما نقدرش نقارنهم من بعض، لان ميكانيزم كل واحده فيهم مختلف عن الثانيه، لكن نقدر نقول بشكل واضح وصريح ان مازال الهيومن انتليجنت بيبهرنا بقدراته الكبيره جدا الرائعه جدا، اللي سبحان الله يعني تتجلى عظمه خلق تتجلى في عظمته في الإبداع والخلق. وآخر حاجة اتعلمناها لما شفنا ازاي ممكن نعلم ماشين ان احنا ازاي بنغذيها بداتا، وخدنا فيها مثال على تيتشبل ماشين، وقلنا ان احنا بنغذيها بمجموعة من الصور، وهي بتقدر تعمل تعرف تحليل تجمع فيتشر من الصور دي عشان لما اوري لها صورة جديدة تقدر تديني بروبابيلتي او نسبة مئوية لي تعرف عن طريقها ايه هي بالظبط الصورة اللي قدامها. احنا كده خلصنا جزء الاطار النظري في اول محاضرة، انا عارفة ان هي محاضرة دسمة وكلها كلام، مش مطلوب منكم تحفظوا خالص اللي انا قلته، يكفيني ان انتوا اتفرجتوا النهاردة وفهمتوا مجموعة من المصطلحات وشفتوها ازاي، وعرفتوا بوجه عام الارتفيشال انتليجنت هو بدأ ازاي ووصل لحد فين. من اول المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ بقى مع اول تول وهي المايكروسوفت ديزاينر، والمحاضرة دي هتدمج ما بين الارتفيشال انتليجنت وما بين كلاود، يعني احنا بس مش هنتعامل مع اداة ذكاء صناعي واحد، لا ده احنا هنعرف ازاي ناخد يعني احنا ندي برومت انجينير ده انبوت اهو هيطلع لنا اوت بوت، هناخد بقى الاوت بوت ده نديه لارتفيشال انتليجنت تاني يطلع لنا اوت بوت تاني خالص، تمام. اتمنى ان النهارده كان يوم سعيد عليكم، كانت المحاضرة جيدة، وأتمنى إن الدنيا تمام بالنسبة لكم. إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجمعة الجاية إن شاء الله هنشوف فيها إزاي بقى نشتغل بشكل عملي مع البرومت إنجينيرينج، وأتمنى إن شاء الله أشوفكم الجمعة الجاية على خير. هفتح الجروب الواتساب للأسئلة، ويا ريت لو سمحتم يعني الناس اللي تدخل تقرا بس الأسئلة وبلاش الأسئلة المتكررة عشان محدش يتضايق. شكرا ليكم، وأقابلكم إن شاء الله الجمعة الجاية الساعة 6 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.